كالي. المشكلة اللي صارت معناتها صارت كما نقول احنا ضربني وكاس بقلي وشكاس. كيفاش؟ المشكلة احنا ما عملتش فيها حتى دخل مع والدي التونسي. صارت مشكلة مع الأورجانيزاتور. الناس هما اللي تدخلوا ورسقت فينا احنا. معناتها علاش؟ الله أعلم. والله ستادير لسقت فيكم الغادي يعني في بالنسبة للجالية التونسية في الكندا. سبتو في تونس خاطر احنا كانت الحكاية لوكال في موريال وقعدت في موريال وعزها لتونس على أساس جمعية شمس تدخلت وما نعرفش شنوما وليت حكاية عالمية وناس الكل تحكي وناس الكل معناتها حطونا الناس الكل دون لومين ساك. توا تدخل على السيت نتاع الريال واللي هي الصالة اللي يكري منها العرض مازال أنيلي. علاش العرض أنيلي؟ على خاطر السيد هذايا مختار متورط في قضية نتاع دعارة مع قصيرات بوسيتيسيون جوفينيل راهو ماهوش متاجر. يعني هو في ان كليون تشد مع سميتها اون انكيت مع تسعة من ناس من جنسيات مختلفة وتوقف السيد هذايا 22 مارس ويقعد ليبر حتى لين يخرج عليه الحكم اللي هي حاجة عادية في كندا دونك ما عندكش سوابق. الحفلة نتاع وليد التونسي ان ديستوتا اللي تي انيلي معناتها نحاوها علاش؟ خاطر الناس كلمت الجاردوري باسكو هو في الصهرية ديما نعملوا دي جاردوري باش العباد تجيب صغارها تتجاردا ويجوا يسهروا الاف. يا ولدي راهو يا هدي راهو وليد التونسي اكد لي هو طالع مسافر لكندا. والله وليد التونسي عنده كلام يوصل له بالغار. انا قلت لك معز انت هاو كان قدامك. وعلاش مسكين توا هو بالكشي الراجل عنده التزامات ومعمل باش يسافر وهو بالكشي ما عندوش المعلومه يعني. يحب والله العظيم هذه مشكلة كبيرة حتى هو هذه مختار قاعد يغلط فيه وغلط ديجا حتى نوفل الورتاني غلط برشا عبيد. شو مدخل نوفل الورتاني في الموضوع؟ نرفع وطلع في التلفزة زيدا قال لي حكاية ديبيل وناس تحط في العصا في العجلة ما يسمى انترنت. ماكم ادخلوا على الانترنت واسألوا وشوفوا علاش تقعدوا تسمعوا في الكلام من غير ما يثبتوا ويلوموا فينا احنا وحلونا احنا في الحكاية. جاردوري توانسة كلموا الجاردوري قالوا لهم احنا ما نحبوش نجيبوا صغارنا في جاردوري مولاها متورط في قضية كيما هكا خافت الصالة إلى أنيلي خرجت أنيلي بارتو. قلت لك اليومين هذا كان تدخل على الريال تو بوسي أ تكتب وليد خلت وليد التونسي تو كونسيلي معناتها أنيلي. قل لي أنت خذيوها جماعة أخرين سمعنا اللي خذيوها جماعة أخرين لحد الآن ما فماش حتى شيء. وليد يقول كومبلي راهي فما تسكر أتبري نعصب بري جو بونس فما 80 تسكرة رتور وما ديجا ما بيعوش من الاول معناتها امورهم كل داخله بعضها لهنا. انا ما نتحملش المسؤوليه لا انا لا صبري لا ايمن لا عصام لا حتى واضح واضح هذه مشكله ما بين الاورجانيزاتور واضح واضح معناتها يحاول يحلها معاه. هو بلاتو كامل ما فهمتش علاش يمشي على اسم وليد التونسي. شنو هو بلاتو كامل؟ هو فما وليد التونسي منال عماره والهادي دنيا فرد سهرية ما هي علاش ركبت يمكن الحكايه على وليد التونسي اوتوماتيكمون بعد اللي صارت مع ما اسم في كلام الناس مع حكاية شمس المشكله حكايه شمس واضح هما ركبوا على الحدث هذاك كوم كوا لا سواغي دو وليد التونسي اي تي انيولي الوغ كو الحقيقه هو بلاتو كامل في وليد ومنال وهذه صبري دنيا. السهريه هذه باش تتم ولا مش باش تتم؟ شو حسب تو انت وليد راهو كان هوني انا سمعت يا كارون تويتر ولا قداش واكد لي وجا وتسيد الدخل بالتليفون وعندهم كومبلي امورهم واضحه. شو كومبلي فماش منها الحكايه باش نكون واضح مع روحي كانكم تكسروا في بعضكم صبري. والله لا اجي نقول لك حاجه تو كنت حكيت مع هدي اللي هي علاش توصلوا فيها المعلومه لتونس اللي هو مش كومبلي؟ احنا وصلناها هي كي صارت الكلام نتاع كلام الناس وصارت الحكايه نتاع سي مختار اللي هو عنده مشكله غاديكا في كندا اوتوماتيكمون سالا انيوليت سبيكتاكل على اسم مختار بالحاج. ايه قول القايل سامحني صبري انا باش نحكي مش باش ندافع على وليد ولا لونفل ولا كذا لكن انتم مش حرق شعيركم يعني باي هي انيولي ولا مش انيولي علاش انتم توصلوا فيها المعلومه للاعلام؟ ما وصلناهاش احنا هي كي خرجت انيولي السواري الجمعيه نتاع شمس سمعت بها ركبت على الحدث هذاك. فما اللي قالك لا جمعيه شمس اوفيسيلمون ما هبطت حتى شيء على الموضوع هذا وما عندها حتى هذاك اللي قرينا على الانترنت اوتوماتيكمون انا مش في الباج اوفيسيال نتاعها قالوا ما نعرفش اوكي يعني انا شنو اللي نعرفه توا اللي متاكد منه 1000% اللي سالا اللي فيها السواري او عندي لابروف ماش كان عندكم هنا كاميرا ولا عندنا حاجه هكا قدامك الكاميرا باش نعطيك لابروف السواري اللي في السالا اللي فيها وليد التونسي السالا هذه انيوليت سبيكتاكل باش نعطيك شو اسمها السالة ريالتو تدخل ريالتو.سي وعندي حتى دقيقة شنو المشكل بالك شي يبدلوها في قاعة أخرى نجم احنا باش نكونوا واضحين ريتو وليد البلاتو الكل اللي جاي رانا اون فا اتر بريزون نحكي على روحي أنا ونحكي على أصحابي غاديكا رانا ماشيين وراه باش نشجعوا وراه باش ندزوا معاهم ونعاونوا معاهم لأقصى درجة. اليوم المشكلة اللي صايرة بين الأورجانيزاتور هذا بالمشكلة اللي صارت له مع العبيد ما يحبوش يمشيو للسبكتاكل احنا شنو دخلنا هو كي طلع بحثك انت معز وانا سمعته قال فما عبيد عطاو فلوس الوليد كان تذكرها اقل
معناتها قيمه من اللي هو عطاها له. هذاك علاش وليد ما مشاش معانا كوم كوا، وليد اختار السوم تاعو هو. الوغكو انا وليد ينجم حتى يتدخل، كان انا بيرسونيلمون ولا اي اورغانيزاتور عطاه قيمه ماديه باريكري يهبطها على الانترنت. هو ذكركم وقال انتم تحبوا تكسروا، نحبوا نكسروا. احنا عندنا الحظره نهار 15 ماي، معناتها مانيش لاهين بسبيكتاكل نتاع سي مختار وجماعه هدي ومحمد عندهم لطفي العبدلي، ولا بروف ونخدموا اون باراليل نكملوا الحظره باش نتلاقوا بلطفي. معناتها اوني فريمون سوليدير، هو معناتها كلنا غلطين وهو صحيح، ويقولوا كومبلي كومبلي قبل ثلاثه جماعات في كندا، ما تعملهمش سيلين ديون كومبلي قبل ثلاثه جماعات في كندا.